أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبكة، وإلى إبداع آخر بإذن الله وبفضله. كتير يا جماعة، زي ما حكيت قبل كده، يجي لي ناس، يجي لي تلفزيون أجد أجربه عندي ألاقيه شغال، يجيبوا لي تسجيل ألاقيه شغال، واحد يجيب لي مثلا أي جهاز كهربائي خلاط ويقولوا لي مش شغال خالص. ما بيفكروش إن ممكن تكون العيب من الفيشة بتاعت الحيط، أو مثلا حاجة زي كده، المشترك ده ممكن تكون عين او عين بايظه او اتنين. فاول حاجه يروحوا جايبين لي يقولوا ده ما اشتغلش، حطيناه كده في العين بتاعه المشترك وما اشتغلش. طبعا ده احد الغلطات. احنا النهارده هنعمل فكره باذن الله هتبين هنا في كهرباء ولا ما فيش، وهل الطرفين اللي هم الطرف الحي والطرف البارد شغالين العينين، ولا في طرف منهم فاصل، سواء من الفيشة هنا مثلا، من الفيشة من السلك ده، او من السلك اللي احنا بناخد منه كهرباء، سواء بناخد من حيطة او بناخد من بواط. الفكرة دي يا جماعة بسيطة جدا وسهلة جدا بإذن الله. هنجيب زي ما احنا شايفين كده فيشة عادية اهو كده يا جماعة اهو. هنجيب بعد كده نجيب لندة بيان زي ما احنا شايفين كده. هنفتح فتحة بالطريقة اللي هوريها لكم ديك، هنا اهو كده يا جماعة اهو كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بعد كده هنجيب الجزء ده وندخله هنا اهو كده يا جماعه اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، ونحاول ندخلها ايه اهو للاخر كده اهو كده يا جماعه. بعد كده نجيب الايه، هنقص واحده منهم اهو كده يا جماعه كده قصينا واحده، عرينا السلك ده كده اهو اهو يا جماعه بالطريقه دي. نجيب حته تانيه كده اهو يا جماعه كده اهوك اهو، ونتنيها. بعد كده يا جماعه شايفين الجزء ده كده اهو كده، من اول هنا كده لاخر هنا كده يا جماعه، وهنعمل اهو كده شلحناه خالص اهو اهو يا جماعه كده. وانا محتاج الطول ده، وهنعرف دلوقتي هنحتاجه ليه. بعد كده يا جماعة هنعمل حاجة تانية، هنجيب سلكة زي ما احنا شايفين كده اهو، هنجيب سلكة وهنعملها برضو بنفس الطول اهو يا جماعة كده، بنفس الطول الحتة الايه العريانة ديك اهو كده، مش عايزة تطلع طبعا اهو يا جماعة كده اهو. شيلنا كده حتة زي دي كده برضو اهو هنعمل كده يا جماعة اهو
نلفها على دي برضو كده 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 اهو، وهنحاول نطلعها من هنا، نحاول نطلعها من ايه، من الجزء ده كده اهو. ماشي يا جماعة كده، كده يا جماعة عملنا. هنعري بقى الحتة التانية بالطريقة دي. ده يا جماعة ان شاء الله جهاز هينفعكو وهيغنيكو، يعني هو احسن في اكتشاف الكهرباء واكتشاف القطبية، الطرف الحي والطرف الموجب. كده يا جماعة، بعد كده اهم حاجة اقول لكم، اهم حاجة التكاية اللي في الاخر بقى. اهو يا جماعة كده نجيب مفك كده اهو، ونروح موصلينه اهو، نربط كده يا جماعة كويس. بعد كده نربط الطرف التاني. هقول لكم يا جماعة اهم حاجة في الاخر، التكاية اللي في الاخر بقى يا جماعة. اهو كده كده تمام كده يا جماعة، اهو كده اهو، مش هقفل دلوقتي. بعد كده هطلع السلكتين دولك اللي انا عملتهم ولزقتهم في بعض، وهنجيب زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهو، اهو كده اهو كده كده كده، وهنربطه جامد عشان ما يفكش. تمام كده كده اهو يا جماعة. وهنجيب بعد كده سلك شريط لحام ولا ايه، وهنحاول بإذن الله كده نعزله عزلة كويسة عشان ما يلمس في أي حاجة جوه. هو طبعا ما فيش غير طرف واحد اللي احنا مش عايزينه يلمس فيه، بس برضه للأمان اهو كده يا جماعة. بصوا اهو كده اهو. وهنعمل ايه بقى يا جماعة؟ هندخل بقى السلك ده، انا سايب دي دلوقتي. بعد كده يا جماعة هنجيب كده السلك ده وهندخله كده اهو اهو. اهو كده يا جماعة اهو. بعد كده هنجيب ده كده، السلك ده قصدي المفك ولا ايه، اهو كده، ونشوف له ونحاول ندخله في المكان اللي جوه ده اهو كده اهو يا جماعة. وبعد كده هنيجي بقى ايه، نلف ده كده اهو، اهو كده يا جماعة اهو، لفينا كده اهو اهو كده يا جماعة. بقى عندنا جهاز جبار هيغنينا عن الافوميتر، وهيغنينا عن حاجات كتيرة كنا محتاجينها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة ده كده هنكتشف بيه اللندة اللي بايظة. بصوا معلش انا هطفي النور اهو. بصوا يا جماعة، اول حاجة ان انا هعرف الايه، العين السليمة مش سليمة اهي. كده الفردتين السالب والموجب طالعين ومنورين، معناها ان في كهرباء في العين اهي، ادي اهي. بس احنا بقى عايزين حاجة تانية، ان احنا نعرف الطرف السالب من موجب، انهي واحدة موجب وانهي واحدة سالب، بفرض ان دي ما نورتش. هنيجي نحط ايدينا هنا كده يا جماعة على المفك مثلا كده اهو كده، ما نورتش، نحطها كده بقى نشوف مفك التيست. بص يا جماعة المفك نور اهو، اعتم كده شوية معلش ايه، اعتم النور معلش اهو. بص يا جماعة ادي مفتاح التيست نور اهو، بصوا اهو مفتاح التيست اهو يا جماعه نور. انا كده عرفت انهي طرف فيهم الموجب وانهي طرف السالب اهو كده. كده انا عرفت طرف الموجب من الطرف السالب. طبعا انا عارف ان الموجب
انا عارف الموجب يا جماعه، يبقى الناحيه اللي هي اللي انا وصلت لها المفك اللي هو نور كده، انا حددت ان الطرف ده هو الموجب. طبعا يبقى بدل اللي ده بتنور، وحددت الموجب هنا، يبقى السالب يا جماعه هنا فاصل، فاصل خالص، هو اللي بايظ. نتتبع هذا ونشوفه الانهي في انهي، نتتبع السلك لان اصلا مش منوره. هو لو كان موجود كانت لو هو موجود اصلا هنا، هنلاقي لو موجود الحي والبارد هنلاقي اللندا دي تنور، بدل مش اللندا دي ما نورتش، يبقى هو مقطوع من جذوره. بس بعد ما جداه ينور يوريني الطرف الحي شغال، بس الطرف السالب هو اللي مش موجود خالص، مفصول من اساسه. ارجو ان اكون وضحت الفكره وتفيدكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.